السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد. اللي معانا ده حاجة جديدة خالص، دي مروحة مصانع. مروحة مصانع دي ممكن تشتغل 24 ساعة، إنتاج الهيئة العربية للتصنيع. دي مروحة بنسميها مروحة مصانع، بتشتغل واحد واثنين وثلاثة، وطبعا فيها تثبيت. مروحة أهي، دي كده شكلها من ورا. طبعا دي مروحة موديل قديم جدا. هنشوفها مع بعض. اهي ده طبعا السرعة بتاعتها كده اتنين. سرعة واحد، طبعا كده ثبتناها. وزي ما شفنا الفيديو مع بعض ان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم. دي مروحة من المراوح القديمة، بنسميها مروحة مصانع. فيها ستوب وواحد واثنين وثلاثة، وطبعا بتلف شمال ويمين زي ما احنا شفنا. ان شاء الله الفيديو ينول اعجاب حضراتكم، ونتقابل في فيديو جديد. شكرا.